بالحبر الجديد من الميادين. في الصحف والمواقع: اليمن وفلسطين وحدة النضال والمظلومية، مقال لعباس سيد نقرأه من صحيفة الثورة اليمنية. في واشنطن بوست الأمريكية: يحاول إفراد زكريا الإجابة عن سؤال هو عنوان مقاله. لماذا يحجم العديد من الديمقراطيات عن إدانة روسيا؟ الشروق المصرية، وفيها من مصر تحديدا نقرأ لخالد السيد أحمد بعنوان الإقرار بالأسماء. في الحدث هذا اليوم: تركيا مستمرة في تبريد أزماتها مع جزء من محيطها الإقليمي، ما هي حدود التنازلات التي يمكن لأنقرة تحملها، وما هي المكاسب المتوقعة تركيا؟ في جديد اليوم: في هجوم هو الثاني خلال 24 ساعة، مقتل 10 جنود صوماليين وجرح آخرين في تفجير لغم أرضي استهدف قافلة عسكرية جنوب الصومال. في الميادين نت، مقال لمحمد جرادات بعنوان تفجيرات أفغانستان، شطط فكري ومخطط أمني. وضيف اليوم: إسلام أوسكان. إذن اليمن وفلسطين وحدة النضال والمظلومية، مقال لعباس السيد في صحيفة الثورة اليمنية. ربما يستغرب البعض الحماس والتفاعل المستمرين لليمنيين مع القضية الفلسطينية. هذا التفاعل الذي جسده ملايين اليمنيين في أكثر من 60 ساحة في صنعاء والمحافظات اليمنية هو مشهد لا نظير له في بقية الدول العربية والإسلامية. إذا قربنا المشهدين في فلسطين واليمن، يتبين لنا أنهما في الجبهة نفسها وفي خط الدفاع الأول لمواجهة المشاريع الإسرائيلية الأمريكية في المنطقة. وإذا تأملنا منظومة العدوان والحصار للشعبين اليمني والفلسطيني، سنجد أنها منظومة واحدة. اليمن وفلسطين يواجهان عدوا واحدا ويخوضان معركة صمود وتحد من أجل الانعتاق من كل الوصايات الأمريكية وأشكال الاحتلال الإسرائيلية. كذلك فإن الصمت الدولي إزاء ما يتعرض له الفلسطينيون من جرائم وانتهاكات على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي طوال 70 عاما، هو الصمت نفسه على كل جرائم تحالف العدوان الذي تقوده السعودية على اليمن منذ أكثر من 7 سنوات. أجدد الترحيب بك ضيفنا إسلام أوسكان، وأنت كاتب ومحلل سياسي. وأبدأ معك، لماذا يشعر اليمنيون اليوم أنهم في خط مواجهة أول مع المشروع الأمريكي والإسرائيلي، وتاليا أي رابط خلقتها الأزمة وهذه الحرب على اليمن مع القضية الفلسطينية؟ يعني طبعا نحن نعرف أن هناك تدخلات أمريكية وصهيونية في اليمن منذ أكثر، ربما أكثر من 5 سنوات. نحن نعرف ومقاومون في اليمن هم أكثر من مرة خبرونا أو عرفونا بأن هناك تدخل واضح من قبل خاصة القوات الأمريكية. وأيضا نحن نعرف أن هناك اتفاق أو هناك تحالف بين السعودية ودول الخليج والكيان الإسرائيلي. يعني نحن يعني عندما ألقينا نظرة على العلاقات السعودية، يعني علاقات السعودية مع الكيان الصهيوني، نعم لا يوجد هناك أي تطبيع مع الكيان الصهيوني، ولكن الإمارات هي التي طبعت العلاقات مع إسرائيل، مع الكيان الإسرائيلي. ولكن هناك يعني علاقات سرية وخفية تحت الطاولة منذ سنوات، وواضح جدا كل يعني المواقف التي تبينت في المنطقة أو ظهرت في المنطقة، التحالفات التي ظهرت في المنطقة تخبرنا وتبلغنا بأن هناك تحالف واضح بين الدول الخليج، بين السعودية، بين الإمارات والكيان الإسرائيلي. يعني الحوثيون، يعني حركة أنصار الله والجيش اليمني حاليا تحارب السعودية، ولكن لا حاليا يعني نحن عندما شفنا من الخارج كأن الحوثيين يدخل في قضم المعارك مع السعودية، ولكن هذا ليس صحيحا. حاليا حركة أنصار الله هي حاليا تحارب وتقاتل المتحالفين مع الكيان الصهيوني والقوى الأمريكية، وهذا
واضح جدا. طيب سيد اسلام، من خلال الخطاب الذي توجه به امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله وقبله رئيس المكتب السياسي لحركه حماس اسماعيل هنيه الى الشعب اليمني وحيوا صمودهم واشادوا بحاله الدفاع المتقدم لهم في مواجهه هذا المشروع، كيف يمكن فهم هذا الربط ما بين ساحات المقاومه الاقليميه مع الساحه اليمنيه؟ نعم، يعني رغم المشاكل التي حصلت بين الحركات المقاومة في المنطقة في الشرق الأوسط والوطن العربي سابقا، يعني أثناء الربيع العربي، بعدين تحسنت كل هذه العلاقات وهناك تحالف واضح بين الحركات المقاومة، يعني بين إيران وسوريا والحركات المقاومة في فلسطين ولبنان وحزب الله، ويعني هذا التحالف كان موجودا أصلا يعني قبل الربيع العربي وما بعده، ولكن التطورات الإقليمية التي حصلت في المنطقة عززت هذا التحالف بشكل واضح، وخاصة بعد وفاة أو استشهاد قاسم سليماني كان هناك زيارة لإسماعيل هنية رئيس حركة حماس أو زعيم حركة حماس لإيران، وكل التوضيحات وكل التصريحات التي أدلى بها سيد هنية كان يعني مؤشر واضح جدا بأن هناك الحركة سوف تعزز حركة حماس علاقتها وتحالفها مع إيران، يعني إيران هي التي كانت تؤمن السلاح، تؤمن الدعم اللوجستي، تؤمن يعني الإقليم الحاضن لحركات المقاومة، ولكن بعد هذه الزيارة تبينت بشكل وظهرت بشكل واضح بأن هناك تحالف استراتيجي بين الحركات المقاومة، وحاليا هذا التحالف أقوى بشكل كبير. جو بايدن سيبرم صفقة نووية سيئة مع إيران، مقال في جيروزاليم بوست لديفيد واينبرغ. أفاد اثنان من كبار المراسلين الدبلوماسيين الإسرائيليين هذا الأسبوع أن الصفقة الإيرانية التي كان ينظر إليها ذات يوم على أنها حتمية أصبحت الآن بعيدة المدى. يقول واينبرغ: لا تنخدع بهذه التقارير المتفائلة، لا أعتقد أن إدارة بايدن قد غيرت مسارها، وبغض النظر عن كل شيء فإنها لا تزال عازمة على إبرام صفقة نووية ناعمة أخرى مع آيات الله في إيران. سيجد بايدن طريقة لشرح وتبرير حتى أكثر الترتيبات غير المعقولة وغير المسؤولة والهشة والخطرة مع إيران. الصفقة وهي صفقة سيئة للغاية من وجهة نظر إسرائيل آتية بالفعل على الرغم من الدرك الأسفل الآني في المفاوضات. ووفقا لجميع الروايات فإن الاتفاق النووي الملعون بحسب الصحيفة والذي سيتم توقيعه عاجلا أو آجلا مع إيران أقصر وأضعف من صفقة الرئيس أوباما المروعة عام 2015. سيد إسلام، أي أرق تعيشه إسرائيل اليوم جراء هذا الاتفاق من خلال إحيائه مجددا؟ لماذا هذا التصويب على الإدارة الأمريكية بالمباشر والتهديد الدائم للداخل الإيراني في حال تم إبرام هذا الاتفاق وهو ما بات مسألة وقت؟ يعني هذا التصويب وهذه التهديدات كانت موجودة منذ فترة طويلة جدا من قبل الكيان الصهيوني. هل هي مجدية يعني أصلا؟ لا أظن، يعني لو كان مجديا لاستهدف الكيان الصهيوني إيران أو المفاعل النووية الموجودة في إيران منذ فترة طويلة جدا، يعني قبل ربما 15 سنوات. ولكن طبعا نحن سمعنا وقرأنا أخبار في الصحف البريطانية والأمريكية والغربية بشكل عام بأن هناك نوايا لاستهداف المفاعل النووية في إيران في عدة مناطق في إيران، ولكن الولايات المتحدة هي التي عرقلت هذه المحاولات أو هذا الاستهداف من قبل الكيان الصهيوني. ولكن يعني لا يستطيع الكيان الصهيوني حاليا التحرك أو التصرف في هذا المجال على وحده، وهو يعي الكيان الصهيوني يعي بشكل جيد أنه لا يستطيع استهداف إيران بهذا الشكل السهل. إذا يعني طبعا يستطيع الكيان الصهيوني، ولكن المشكلة ليس القدرة أو الاستطاعة أو عدم الاستطاعة أو عدم القدرة، المشكلة إذا حصل أي اعتداء على المفاعل النووية ما هو
يعني البديل، يعني عفوا البدل أو الثمن الذي سيدفعه الكيان الصهيوني، ما هو هذا البدل؟ لذلك تجنبا من هذا البدل والثمن لا يستطيع الكيان الصهيوني التحرك أو التصرف في هذا المجال على وحده. إلى المواجهة الروسية الأطلسية في أوكرانيا، نقرأ لفريد زكريا في واشنطن بوست الأمريكية: ماذا وراء امتناع ديمقراطيات عديدة عن إدانة روسيا؟ العديد من الديمقراطيات الصفة لدعم أوكرانيا، لكن الهند أكبر دولة ديمقراطية في العالم من حيث عدد السكان لم تدن العدوان الروسي ولم تتعهد بالالتزام بالعقوبات المفروضة على موسكو. ليست الهند فقط بل إندونيسيا أيضا ثانية أكبر الديمقراطيات في آسيا كانت متحفظة في موقفها من روسيا. رفضت جنوب أفريقيا أكبر ديمقراطية ناجحة في القارة الأفريقية إدانة روسيا وألقت باللوم على توسع الناتو في إثارة غزو موسكو لأوكرانيا. فيما ظلت البرازيل والمكسيك أكبر ديمقراطيتين في أمريكا اللاتينية محايدتين في الغالب وامتنعتا عن التصويت لإخراج روسيا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. الكثير من هذه الدول لديه مصالح اقتصادية وبالتالي سيعاني إذا قطع علاقاته مع موسكو. أفضل طريقة للحد من الانقسام العالمي هي الفصل بين البلدان التي تؤمن بنظام دولي قائم على القواعد وتلك التي لا تؤمن بذلك. إذا كانت واشنطن تريد من العالم أن يدعم نظاما دوليا قائما على القواعد فعليها أن تحسن أدائها في ممارسة ما تدعو إليه. سيد إسلام، كيف يقرأ هذا التباين في المواقف ما بين الإرادة الأمريكية ومواقف هذه الديمقراطيات الكبرى والتي هي في التالي اقتصادات كبرى في السوق الدولية والتي تريد الاستقلال بقرارها ورؤيتها الاقتصادية وعلاقاتها الدولية عن الإرادة الأمريكية؟ نحن نعرف أن الولايات المتحدة هي التي تملك زمام الأمور في الاقتصاد العالمي وهي القوى الكبرى، هي القوة الكبرى في الاقتصاد، وهي التي توجه كل التحركات، كل المواقف، كل القرارات التي يتم الحصول عليها أو يتم اتخاذها من قبل الدول في مستوى العالمي. ولكن في كل المجالات أظن، يعني ليس في مجال الاقتصادي فقط، في كل المجالات تقريبا هناك تراجع كبير للقوة الأمريكية، للهيمنة الأمريكية على وجه الأرض، يعني من آسيا إلى الوطن العربي إلى الشرق الأوسط وإلى شمال أفريقيا وحتى الاتحاد الأوروبي، يعني هناك تراجع كبير جدا ونحن شهدنا هذا، شفنا هذا الموقف، يعني هذا التراجع خاصة فيما يتعلق بالحرب الأوكراني أو الحرب بين أوكرانيا وروسيا، وأيضا القرارات، يعني مو أكثر من، يعني خاصة بعد أن تداولت السلطة، يعني قبل 5 سنوات، خاصة عندما تولى ترامب السلطة، نحن شفنا هذا التراجع بشكل كبير جدا، وهناك تحولات سياسية في مواقف الأمريكية. لا أظن أن هذا متعلق مباشرة بالموقف الشخصي لترامب، كان هناك دوائر الرسمية لهذه القرارات، يعني هي التي اتخذت هذه القرارات ربما، وربما عزز ترامب هذه التحولات السياسية، وحاليا وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لذلك حاليا يعني أكبر هدف، يعني أكبر أو أكثر بلاد التي تريد الولايات المتحدة استهدافها اقتصاديا هي الصين، ليس اقتصاديا فقط، عسكريا وسياسيا وفي كل المجالات. لذلك حاليا تضغط على الصين اقتصاديا وسياسيا، وأيضا تحاول الحصار على الصين، ولكن هذا التراجع على حسب رأيي سوف يستمر اقتصاديا وسياسيا وعسكريا. سيد إسلام، وفق التحولات التي تشهدها أكثر من ساحة دولية، هل تملك هذه القوى الآسيوية واللاتينية القدرة على الانخراط في نظام عالمي جديد وإدارة الظهر لنظام الوحدة القطبية الذي قادته الولايات المتحدة على مدى عقود 3؟ أي، يعني حرب أوكرانيا وإعلان روسيا على أوكرانيا هي يعني إشارة وعلامة كبرى فيما يتعلق بهذه التحولات وهذا التراجع الأمريكي، وأيضا
هذه إشارة وعلامة كبيرة جدا بأن هذه الدول الآسيوية أو الدول الكبرى في مناطق أخرى في العالم هي تملك القرارات أو القوة التي تستطيع أن تخطي النظام العالمي أو تغيير النظام العالمي أو المساهمة أو المساهمة أو الإسهام في تغيير أو تغير أو التحول للنظام العالمي الجديد اقتصاديا وسياسيا. الحرب على روسيا، أمريكا تورط العرب. مقال لفراس الشوفي في جريدة الأخبار اللبنانية. يدأب الأمريكيون بحسب الكاتب منذ أسابيع على تجميع ترسانات الأسلحة الروسية والسوفيتية المجمعة في مخازن حلفائهم من أوروبا الشرقية إلى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ونقلها إلى أوكرانيا، مع وعود بتسليم أسلحة أمريكية وغربية لتلك الدول مكانها. لم يكن أمرا عاديا في بغداد حين انطلقت قبل أيام طائرة أوكرانية من طراز أنتونوف AN-124 روسلان من قاعدة عين الأسد الأمريكية نحو بولندا، على متنها حمولة أسلحة سوفيتية ثقيلة وجهتها النهائية أيدي المسلحين الأوكرانيين. وبحسب مصادر عسكرية متابعة، فإن العراق ليس الدولة العربية الوحيدة التي يورطها الأمريكيون في حربهم ضد روسيا، إنما تؤكد معلومات المصدر لصحيفة الأخبار أن الأمريكيين مارسوا الضغوط خلال الأيام الماضية على دولة عربية أخرى لنقل راجمات صواريخ سوفيتية إلى القوات الأوكرانية. إن التورط في لعبة الدم الروسي أمر يتابعه الروس جيدا، ويختلف بأشواط عن الموقف السياسي بالنسبة إلى موسكو، فإن المسألة الانخراط في قتل الجنود الروس من أي جهة أتت تعني تورطا غير مسؤول. سيد إسلام، منذ بدء العملية العسكرية الروسية بعض الدول العربية تماهت مع هذه العملية بمواقفها، لم تعطي موقفا واضحا، البعض ذهب بصراحة لدعم الموقف الروسي، البعض الآخر ذهب إلى الجناح الأمريكي في موقفه، لكن من هذه الناحية الآن بدأ العمل على التعاون العسكري ولو مرغما بعض هذه الأنظمة وهذه الدول، وهو ما يضرب علاقاتها مع روسيا ومع أكثر من قطب دولي. هل من مصلحة هذه الدول العربية المشاركة في هذا النحو في هذه العملية العسكرية في الساحة الأوكرانية؟ على حسب رأيي أن هذه الخطوات لا تساهم أو لا تجدي نفعاً لهذه الدول العربية ولا الإسلامية، لأن على حسب رأيي أن روسيا تورطت أو وقعت في الفخ في أوكرانيا، يعني كانت هي تتوقع بأنها تستطيع أن تحتل الأماكن والأراضي في أوكرانيا بكل السهولة، ولكن تلاقت يعني صمود شرس جدا وشديد جدا ضد الجيش الروسي، وهذه يعني ما شهدناها في الآونة الأخيرة، خاصة في الانسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية. لذلك لأي دولة عربية ليس لها نفعا، ليس لها أي مصلحة أو منفعة فيما يتعلق بالمشاركة أو المساهمة في هذه الحرب. لذلك أظن من الموقف الأفضل على حسب رأيي أنه محاولة إنهاء الحرب، لأن الحروب لا تضر فقط الدول التي دخلت فيها أو خاضت فيها هذه الحروب. نحن مثلا كأتراك، كمواطنين تركيين في يعيشون بتركيا، نحن تأثرنا بهذه الحرب حصلت بين أوكرانيا وروسيا، غذائيا وإقليميا وسياسيا واقتصاديا. وأظن أن معظم الدول العربية حاليا تستورد المواد الغذائية، القمح والشعير وما إلى ذلك بشكل كبير جدا، وهناك ربما تبعية أو الرهان على الأوكرانية وروسيا على حد سواء. لذلك يعني وأيضا هناك ارتفاع الأسعار وتضخم مالي في جميع الدول العربية والإسلامية بما فيها تركيا، الجزائر والسعودية والدول الخليجية كلها تستورد القمح والشعير وما إلى ذلك من روسيا والأوكرانيا. لذلك الحياد، يعني عدم الانحياز في وعدم المشاركة في هذا الحرب، أظن أنه أفضل موقف. ومحاولة إنهاء
جهود لإنهاء نعم. هذه الحرب هي أفضل بالنسبة للجميع على حسب رأيي. وزيرة الخارجية البريطانية وحلم إمبريالي جديد، مقال في جلوبال تايمز الصينية. وزيرة الخارجية البريطانية قالت إن حلف شمال الأطلسي يجب أن تكون له نظرة عالمية ويحتاج إلى استباق التهديدات في المحيطين الهندي والهادئ، ثم أشارت بصراحة إلى أنهم يجب أن يضمنوا أن ديمقراطيات كتايوان قادرة على الدفاع عن نفسها. إن من الإنصاف أن نقول إن تصريحات تراس هي أكثر التصريحات الوقحة والطموحة من بين تلك التي أدلى بها السياسيون الأمريكيون والغربيون لفترة من الوقت حول عولمة الناتو. منذ اندلاع الصراع الروسي الأوكراني دأب بعض السياسيين في الولايات المتحدة والغرب على تشويه الحقائق، وربطوا عمدا الصراع الروسي الأوكراني بقضية تايوان في محاولة للعب ورقة تايوان لاحتواء الصين. يوجد بالفعل حاليا جنون في السياسة الخارجية البريطانية التي غادرت الاتحاد الأوروبي ولديها علاقة خاصة مع الولايات المتحدة، وتعتقد أن لديها موقفا أكثر مرونة. كلما فعلوا ذلك شعروا بالدفء المستمر للمكانة السابقة للمملكة المتحدة باعتبارها الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس أبدا. سيد إسلام، ماذا يعني أن تتحول المملكة البريطانية من البراغماتية إلى الراديكالية، هذا النحو المتدني في مستوى العلاقات التي تنسجها بريطانيا وفق مخططها والتي تعبر عنها وزيرة خارجيتها في الآونة الأخيرة؟ أظن أن هذه المسألة تتعلق بالتحولات الكبيرة والأحداث التي حصلت أخيرا في أوروبا، خاصة في يعني الحرب التي يعني حاضتها أو دخلت فيها روسيا وأوكرانيا. هذه الحرب تهديد كبير جدا يعني منذ الحرب العالمية الثانية للاتحاد الأوروبي أو للدول الأوروبية بشكل عام، وهذه مشكلة كبيرة. يعني هذه التحولات السياسية والعسكرية هي التي دفعت على ما أظن على حسب رأيي البريطانيا، ليس بريطانيا فقط، نعم صحيح هناك يعني السياسات البريطانية كانت لينة للغاية في بعض الأمور خاصة، أو كان هناك نوع من التغير أو التحول، يعني قابلة للتغير والتحول، ولكن حاليا طبعا هذا الموقف الراديكالي تتعلق بالتهديد الموجه ليس ضدها، ضد البريطانية فقط، ضد جميع الدول الأوروبية. وربما لا نعرف طبعا، يعني شبه مستحيل القضاء على الاتحاد الأوروبي ربما هذا الحرب، أو القوة الروسية ربما لا تملك قوة للقضاء على الاتحاد الأوروبي، ولكن يعني انتقال هذا الحرب من أو قفز الحرب من أوكرانيا إلى الدول الأوروبية، هذه يعني أكبر كابوس بالنسبة، أكبر مشكلة بالنسبة لجميع الدول الأوروبية. لذلك نحن نفهم لماذا تحولت السياسات الأوروبية خاصة السياسات البريطانية. ختام جولتنا من صحيفة الشروق المصرية ومقال لخالد سيد أحمد بعنوان الإقرار بالأزمة، التوجيهات الرئاسية التي صدرت الأسبوع الماضي تحديدا ما يتعلق منها بإطلاق حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، تمثل خطوة إيجابية مهمة ينبغي البناء عليها لإعادة الحياة إلى السياسة التي جرى تهميشها كثيرا خلال السنوات الأخيرة. منذ ثورة 30 يونيو 2013 اتسمت الدولة بغياب التعامل السياسي في كثير من الأوقات مع العديد من المشكلات والأزمات التي مرت بها البلاد واكتفت بمعالجتها أمنيا. هناك تفسيران لهذا التطور المفاجئ، أحدهما تتبناها الحكومة وترى فيه أن الوقت حان للقيام بالإصلاح السياسي الذي لم يكن على سلم أولوياتها في الفترة الماضية نظرا للتحديات الاقتصادية والأمنية. أما التفسير الثاني لهذا التطور يتمثل في أن ارتفاع فاتورة الديون الخارجية والداخلية وزيادة أسعار السلع والخدمات بشكل يفوق طاقة الغالبية العظمى من الشعب، وتأزم الوضع الاقتصادي بدرجة هائلة من جراء تبعات أزمتي جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية هي التي أدت إلى اقتناع السلطة بأن الحوار السياسي مع المعارضة يعد الوسيلة الوحيدة للخروج من المأزق الحالي. سيد إسلام، هل حان الوقت
لكي يجلس الجميع إلى طاولة حوار ما بين الحكومة والأطراف المعنية في قراءة وتحليل أبعاد هذه الأزمة الراهنة، سيما وأن البلاد لم تعد تحتمل مزيد من تبعات هذه الأزمة؟ الجلوس إلى طاولة المفاوضات تقصدون أوكرانيا وروسيا أليس كذلك؟ لا، حتى داخليا بين أطراف الصراع السياسي ما بين الحكومة وبين الأحزاب والحركات التي تحمل رؤية مناهضة للقراءة الحكومية. في سوريا يعني؟ في مصر تبعا لا، في مصر. طبعا للقراءة الجديدة لواقع المشهد المصري إقليميا وحتى دوليا، وحتى التحديات التي تواجهها مؤسسة الحكومة اليوم. هذا طبعا طبيعي وواضح جدا، يعني الجلوس إلى طاولة المفاوضات هذا ما أظن، ويعني وفق ما يعني قرأته أو استتبعه منذ فترة طويلة جدا في الصحف، بأن المعارضة حاليا هي التي تريد الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وهذا شيء ما سمعناه منذ فترة طويلة جدا. يعني كان هناك كتابة الرسائل من داخل السجن من قبل الشباب الإخوان المسلمين في السجون المصرية، وأيضا كان هناك دعوات كثيرة جدا من قبل المعارضة في الخارج والداخل، ولكن ما شفته وما شهدته من التطورات بأن السياسة الحكومية المصرية، الحكومة المصرية عفوا، لم تتغير، ولا توجد هناك يعني فرصة، ولم على الأقل أنا شخصيا لم أره حتى الآن، لم نشهد تحولات في السياسة المصرية في السياسات للحكومة المصرية، ولكن بعد أظن ضعف أو بعد تفاقم الأزمة في داخل حركة الإخوان المسلمين وفي داخل المعارضة المصرية، أظن بعد كل هذه التفاقمات والإخفاقات وما إلى ذلك للحركة، أظن ربما الحكومة المصرية وخاصة بعد التقارب التركي السعودي وبعد التقارب التركي الإماراتي وبعد التقارب الحكومة التركية والمصرية الحكومة التركية المصرية، أظن المعارضة المصر يعني مصر بشكل عام هي أقرب إلى التفاهم واتفاق وإنهاء الأزمة السياسة الداخلية المصرية. في الحدث هذا اليوم نبحث مع ضيفنا عن دلالات زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية بعد سنوات من الجفاء والخصومة، وفي سياق دبلوماسي تركي يميل بوضوح إلى معالجة الأزمات التركية مع عدد من دول المنطقة. إذ يرى متابعون للأداء التركي بأن أنقرة قدمت تنازلات إقليمية لإيقاع ضبط أزمتها الاقتصادية الداخلية، يبرز استمرار التصالب التركي في الملفين السوري والعراقي، واستمرار تركيا في انتهاج القدر الممكن لها من الوسطية في المواجهة الروسية الأطلسية في أوكرانيا. لكن قبل مناقشة الحدث هذا اليوم، نتوجه إلى اسطنبول وجولة على أبرز ما ورد في الصحافة التركية لليوم مع مراسلنا محمود واثق. صباح الخير محمود، إليك. شكرا لك محمد، صباح الخير مشاهدينا. نبدأ مع صحيفة سوزجو، حيث نقرأ من عناوينها: غضب في الأوساط السياسية من عناق الرئيس أردوغان وولي العهد السعودي، وإلى صحيفة جمهورية التي نقرأ منها: الليرة التركية تخسر المزيد من قيمتها قبيل أيام العيد. تقول الصحيفة: بعد تراجع قياسي لقيمة الليرة التركية مقابل الدولار، فإن تركيا ستعيش مرحلة صعبة. صحيفة صباح عنونت: التوتر آخذ في التصاعد مع اليونان. وفي التفاصيل، فإن اليونان تواصل استفزازها للجانب التركي وفق الصحيفة، وتستمر في عمليات عدوانية وسلوك غير قانوني في بحر إيجا وقرب العديد من الجزر، رغم دعوات أنقرة إلى حل المشاكل الحدودية عبر الحوار والأساليب السياسية. مقال اليوم اخترناه من صحيفة بيرغون بعنوان: أقطاب المعارضة يتفقون على تكثيف الجهود لمواجهة الضغوط الحكومية. ومن المقال نقرأ:
مساعي المعارضة والكتل السياسية وعدم الرضوخ لتهديدات التحالف الحاكم والضغوط التي تمارس على أنصار المعارضة، ولا سيما بعد صدور قرار بالحكم بالسجن مدى الحياة على المعارض والناشط عثمان كافالا، كلها فرضت الحاجة إلى مزيد من التنسيق والتعاون بين أقطاب المعارضة حتى لا تذهب التضحيات المتعلقة بالنضال من أجل الحرية والديمقراطية سدى وفق تعبير الصحيفة. إليك محمد. محمود، ربطا بالزيارة إلى السعودية، زيارة الرئيس التركي، وبما حملت رصدته من معلومات حول مواقف المعارضة وإزاء هذه الزيارة، سيما وأن أردوغان هو من مارس الخطاب التصعيدي ضد السعودية في ملف الخاشقجي تحديدا. يعني بداية، كما يقول ويتفق الجميع، أنها زيارة مهمة جدا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المملكة العربية السعودية بعد الأزمة السياسية التي كانت نتاج حادث مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية هنا في مدينة إسطنبول. وكعادة المعارضات، المعارضة التركية أيضا وجهت انتقادات قاسية لهذه الزيارة وطريقة الاستقبال التي حظيت بها والعناق الذي حصل في الصور المتداولة بين أردوغان وولي العهد السعودي. يعني هناك انتقادات لهذه الزيارة، خاصة أن الرئيس التركي هو الذي كان يصعد ويصف وولي العهد السعودي بأنه القاتل ومصاص الدماء وأنه لن يجلس معه. لكن في المجمل، منذ مطلع العام الماضي هناك استدارة واضحة ومراجعة في العلاقات الخارجية التركية، إصلاح العلاقات مع الكثير من الدول. هناك شقين في هذه الزيارة، شق سياسي وشق اقتصادي. سياسيا يبدو أن تركيا تتجه نحو صفر المشاكل مع الدول التي كانت معها توترات سياسية ومنها المملكة العربية السعودية. اقتصاديا تركيا بحاجة إلى تدفق السيولة إلى تركيا لتحسين الظروف الاقتصادية وتعزيز العملة الوطنية الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية. إذا هناك حاجة تركية أكثر من أن تكون حاجة للمملكة العربية السعودية، واضح، تحديدا فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي. محمود واثق، مراسل ميادين من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. أعود إليك سيد إسلام أوزكان، الكاتب والمحلل السياسي في اسطنبول، وأسألك ما هي انعكاسات الزيارة في حال نجحت في تحقيق أهدافها وتطبيع العلاقات بين الطرفين التركي والسعودي؟ أول شيء طبعا نحن لازم نركز على التحولات فيما يتعلق بالسياسات التركية، السياسة الخارجية التركية. يعني من الطبيعي جدا أن يكون هناك تحولات وتغيرات، فهذا ما حصل في أي بقعة على وجه الأرض، وهذا شيء طبيعي. يعني لا يمكن بالنسبة لأي دولة أن تظل السياسات الخارجية وحتى السياسات العامة أن تكون ثابتا ولا يتغير. هذا مخالفا للقوانين الدولية ومخالفا لقانون الطبيعة. ولكن يعني أظن أن الشيء المفهوم الذي نحن نستخدمه حاليا فيما يتعلق بالتحولات التركية ليس هو تحول والتغير البسيط. يعني يجب أن نكشف أو نستخدم مفهوما جديدا فيما يتعلق بهذه التحولات. ربما نحن نستطيع أن نقول أن هذا المفهوم ربما قد يكون هو تقلبات للحكومة التركية، لأن ليس يعني الطرف الذي اتخذه قرارا فيما يتعلق بهذه التحولات ليس تركيا، يعني ليس بإرادة تركيا. الشروط أو الظروف التي تمر بها تركيا هي التي دفعت، وبدلا من أن نستخدم كلمة دفعت، بل هي التي فرضت وهي التي أجبرت على تركيا أن تغير سياساتها وتحول سياساتها الخارجية. ونحن من هذه النقطة أيضا ممكن أن نستخدم كلمة البراغماتية. يعني ربما كلمة البراغماتية لا تكفي لهذا الشيء، انتهازية للسياسة الخارجية التركية. يعني تركيا هي التي، الحكومة التركية هي التي، نفس هذه الحكومة أردوغان هو الذي استخدم هذه
التعبيرات، يعني هو الذي قال بأن الإمارات والسعودية والتحالف الخليجي هي وراء هذه الانقلاب العسكري اللي المقصود 2016 بعام 2016. نعم وكان هناك تبادل اتهامات بين الطرفين، يعني ليس يعني بشكل طبيعي، يعني ليس طيب، اسمح لي عاديا. ان اسالك يا اسلام اوزكان، الى اي مدى تشكل اليوم الاحزاب المعارضه لاردوغان سيما السته الرئيسيه منها عامله ضغط في تحديد او اعاده توجيه هذه الملفات التركيه في علاقاتها الاقليميه وحتى في الرؤيه المستقبليه لتركيا ما بعد 2023؟ كنت انوي ان يعني ابدا هذا الكلام فيما يتعلق بهذا الموضوع بان ما هي الشروط أو الظروف التي دفعت أو أجبرت تركيا على تحسين أو تطبيع علاقتها مع السعودية؟ هي الأزمة الاقتصادية التركية الداخلية القوية جدا، يعني لم نراه مثيلا في التاريخ التركي، يعني هناك أرقام قياسية يعني رسمية تقال أن هناك أن التضخم المالي 60%، ولكن هذا لا ينعكس الحقيقة، لا يعكس الحقيقة. الحقيقة هي أن تقريبا كل مواطن تركي يقول هذا الكلام، أقل شيء 150% التضخم المالي سنويا، يعني قبل سنتين، حتى قبل واضح. سنتين كان هناك تضخم مالي تقريبا حوالي 20%، حاليا 150%، يعني تقريبا 10 أضعاف. أضعف. لذلك طبعا ليس الأزمة الاقتصادية فقط، أيضا التحولات التي حصلت بعد تولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة نعم. هي التي أيضا دفعت المنطقة بشكل عام تطبيع علاقتها، ونحن شفناه رأيناه أو شهدناه هذا الشيء فيما يتعلق بين الإمارات والقطر أيضا، يعني بعد طبعا طبعا تولي رئاسة بايدن. وكان من المفروض أن تركيا يعني بعد أن تولي بايدن الحكم في الولايات المتحدة، كان من المفروض أن تطبع تركيا علاقتها مع الإمارات والدول الخليجية، ولكن شيء عجيب جدا لم حصل، يعني ما حصلت هذا الشيء حتى نعم السنة الماضية. واليوم نحن أنا قرأت شخصيا إعلان قناة المكملين، أعلنت قناة المكلمين مكملين عفوا أنها أغلقت قناتها في إسطنبول، نعم. وهذا واضح جدا، يعني مؤشر واضح بأن تركيا سوف تبعد، سوف تخرج حركة إخوان المسلمين إلى خارج تركيا، نعم سيد وهناك إسلام. اتفاق بين الطرفين على ما يبدو. إلى جديد اليوم. قتل 10 جنود وأصيب آخرون في تفجير لغم أرضي استهدف قافلة عسكرية جنوب الصومال في هجوم هو الثاني خلال 24 ساعة. وسائل أعلام محلية كشفت أن عقيدا يعد من الضباط البارزين في الجيش الصومالي كان ضمن هذه القافلة العسكرية التي كانت بين مدينتي جوهر وبلعت جنوب البلاد. وأكدت المصادر أن غالبية المركبات العسكرية تضررت من جراء الانفجار. فاصل قصير نعود بعده لمتابعة بالحبر الجديد. من جديد أهلا بكم، والآن على جولة الميادين نبدأها من موقعنا باللغة العربية وتتابعون آخر التطورات في المنطقة والعالم. نبدأ من مقال لمحمد جردات بعنوان تفجير أفغانستان، تفجيرات أفغانستان شطط فكري ومخطط أمني. وعن القدس نقرأ لبديع صنيج طقسها كطقس الجنة، كيف وصف الرحالة القدس وأهلها. من الرياضة نقرأ معا من هو اللاعب الذي يعتبره غوارديولا أفضل مسدد ركلات حرة في مسيرته. إلى موقع الميادين باللغة الإنجليزية نتابع آخر الأخبار السياسية والثقافية والبيئية حول العالم. البداية من هذا المقال للكاتب ميخائيل مرزوق بعنوان يوم القدس العالمي. أما من صفحة بالصور فنتابع اليوم فلسطين بأعينهم. ومن صفحة الإنفوغراف الميادين نشاهد ما هو يوم القدس. تفاصيل كثيرة عن هذا اليوم العالمي أيضا نجدها في الإنفوغراف.
في موقع الميادين اسبانول نقرأ باللغة الإسبانية أخبار العالم العربي وأمريكا اللاتينية والعالم. نبدأ من هذا الخبر. فنزويلا وتركيا توقعان اتفاقية استراتيجية. من كولومبيا نقرأ تصدر جوستافو بيترو استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات الرئاسية في كولومبيا. نقرأ لكم أيضا اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أفادت بتراجع النمو في المنطقتين. ونختم جولتنا مع الكاتب التشيلياني بابلو خافري ومقاله بعنوان فلسطين الحرة يوم القدس العالمي. أعود إليك سيد إسلام بوسكان الكاتب والمحلل السياسي من إسطنبول لأسألك عن هذه التفجيرات التي تشهدها العاصمة الأفغانية كابول، هل في ذلك إشارة إلى ضعف القبضة الأمنية لحركة طالبان بعد إعادة استلامها الحكم وزمام المبادرة في أفغانستان؟ يعني جزئيا قد يكون هناك ضعف الأمني في أفغانستان، ولكن نحن نعرف أن حركة طالبان هي التي استولت على جميع المناطق وهي التي تملك زمام الأمور في كل مسائل مجالات تقريبا. ومثل هذه المشاكل الأمنية يعني قد تحصل في أي بلد، يعني مثلا في تركيا كانت هناك تفجيرات من قبل داعش أكثر منذ 5 سنوات يعني استمرت، وتم القضاء على حركة داعش على الأقل داخليا. ولكن نحن أيضا نعرف أن داعش هي لجأت إلى أفغانستان وكان هناك بؤرة لحركة داعش في هذه البلد، ولذلك يعني ليس سهلا القضاء على مثل هذه الحركات الإرهابية. قد يكون هناك جزئيا بعض الضعف، ولكن بشكل عام من الطبيعي جدا أن تكون هناك تفجيرات، ولكن قد يعني سابقا يعني تحت احتلال الأمريكي كانت هناك تفجيرات أكثر بكثير، لذلك على حسب رأيي أنه غير يعني علينا أن لا نبالغ في هذا الضعف الأمني. ولأن تصحبنا زميلة بيسان أبو حامد في جولة على باقة من الفيديوهات والمواضيع البارزة في مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك بيسان، تفضلي. صباح الخير محمد. لاقت العملية الفدائية التي أسفرت يوم أمس عن مقتل حارس مستوطنة في الأراضي المحتلة تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك ناشطون صور وفيديوهات من موقع العملية، إلا أن محمد كان التفاعل الأكبر مع سلاح الكارلو. كان هناك تمجيد كبير لسلاح الكارلو والذي يعرف بسلاح الفقراء والذي عاد للظهور من جديد في ساحة الصراع الوجودي بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بعد عملية الشهيد فادي أبو شخيدم في تشرين الثاني من العام الماضي. يقول حمزة أبو عمر الذي شارك هذه الصورة التي تظهر فيها جانب من سلاح الكارلو: بالكارلو لخطف روحك وأغمق لك جروحك. عملية أرئيل وكذلك الأممي قال هنا فلسطين الكارلو المقدس. أما زينب فقالت المجد لسلاح الكارلو المقدس، المجد للسكاكين، المجد للفدائيين، المجد لشباب فلسطين سلمت الأيادي المقدسة. وكذلك محمد نعى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الشهيد يحيى علي عدوان الذي استشهد متأثرا بجراحه بعد اشتباك مع برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي قلقيلية. يعني كان هناك مشاركات لفيديوهات جانب من توديع والد الشهيد لابنه، وكذلك جانب من يعني اللحظة التي أصيب به الشهيد برصاص الاحتلال. وفي سياق ليس بعيد كثيرا وليس منفصل جدا عن فلسطين والأراضي المحتلة، شارك ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور من مختلف المدن والعواصم العربية التي أحيت يوم أمس يوم القدس العالمي. هذه الصور تأتي من العراق من ذي قار، من الفعالية الحاشدة التي شهدتها المدينة يوم أمس، وكذلك هذه الصور نرى من خلالها التجمهر الحاشد أيضا في اليمن. وتقول نسرين القاضي: عندما تحيي شعوب الأمة يوم القدس العالمي بالخروج الحاشد في مسيرات جماهيرية إلى الساحات بمشاركة واسعة نصة
القدس وفلسطين وتعلن البراء من أمريكا وإسرائيل والمطبعين، فهي بذلك تعمل ما يجب عليها وتعلن الموقف الثابت من القضية المركزية. أما محمد عبد السلام وهو الناطق باسم حركة أنصار الله فقد شارك أيضا فيديو للخروج الجماهيري الحاشد من في العاصمة صنعاء في يوم القدس العالمي. يعني يذكر محمد أن هذا الأمر يتكرر في اليمن كل عام، يعني نرى الملايين يخرجون نصرة للأقصى ولفلسطين. وكذلك أيضا كان هذه الصورة التي نشرها الزميل علي شعيب، تم رسم العلم الأمريكي والعلم الإسرائيلي قرب مستعمرة المطلة الحدودية ليقوم الناس بالدوس عليها. وكذلك أيضا كان هناك صور للفعالية التي قامت بها السرايا اللبنانية لمقاومة الإحلال الإسرائيلي عندما أحيت يوم القدس العالمي عند الشريط الشائك في بركة النقار في مزارع شبعة، بالانتقال أيضا في لبنان كان هناك أيضا صور من جانب من الاحتفاليات الجماهيرية الأممية. شارك صورة من دمشق حيث أحيا أبطال الجهاد الإسلامي بحسب هذه التغريدة يوم القدس العالمي. تظهر هذه الصورة في هذه اللافتة لقادة محور المقاومة من العاصمة دمشق. وكذلك أيضا هذا جانب من الفيديوهات في إحياء يوم القدس العالمي من دمشق. وكذلك أيضا مخيم النيرب في حلب، هذه الصورة شاركتها بتول من هذه المناسبة. وكذلك هذه الصورة المؤثرة أيضا من مخيم النيرب في حلب. سلمى من الجزائر علقت على هذا الأمر وقالت يوم القدس هذه السنة تألقت فيه المسيرات بامتياز، من مسيرات الصمات في اليمن إلى مسيرة حسان في لبنان ومسيرة جنين في فلسطين. وما كشفه للتو خلف الشهيد قاسم سليماني إسماعيل قآني حول مسيرة إيرانية قامت بعمليات في الأرض المحتلة. أيضا يقول محمد يوم القدس العالمي هو يوم توجيه بوصلة العداء نحو العدو الفعلي والحقيقي للأمة الإسلامية المتمثل في الكيان الصهيوني. لكن محمد للأسف يعني لم تمر الاحتفالات أو إحياء مناسبة يوم القدس العالمي بسلام في جميع الدول، فكان هناك ارتقاء لشهيد في نيجيريا في المظاهرات التي خرجت نصرة لفلسطين والأقصى، حيث قامت القوات الشرطة النيجيرية بإطلاق النار على المتظاهرين والذين خرجوا في عدد من مدن النيجيرية إحياء اليوم القدس العالمي. يعني تقول هذه التغريدة التي نشرت صورة الشهيد النيجيري وقالت كانت جريمته الوحيدة هي الوقوف مع المظلومين. وأيضا ذكر العقيل جواد بأنه لا ننسى في مسيرة يوم القدس العالمي عام 2014 استشهد 3 من أبناء الشيخ إبراهيم الزكزاكي. إليك محمد. شكرا بسان أبو حامد المحرر في الميادين نت، وشكرا أيضا للكاتب والمحلل السياسي إسلام أوسكان، كنت معنا من اسطنبول شاركتنا في هذه الحلقه. وشكر لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه. بالحبر الجديد انتهى، الى اللقاء.